بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. درسنا لهذا اليوم هو Past Simple with Verb to Be، الماضي البسيط باستخدام الفعل Be. في الدرس السابق أخذنا موضوع الماضي البسيط، وقلنا أنه يتكون من فاعل وفعل ماض وتكملة، وعرفنا كيف نحول الفعل المضارع إلى الماضي. وقلنا أن لدينا نوعين من الأفعال، أفعال قياسية نحولها إلى الماضي بإضافة إيدي، وأفعال شاذة أو غير قياسية عندما نحولها إلى الماضي يتغير شكلها، وقلنا يجب أن نحفظها حفظا جيدا. الآن كيف سيكون شكل الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة هو الفعل بي؟ ظروف الزمان التي تستخدم مع زمن الماضي البسيط مع الفعل بي هي نفسها التي تستخدم مع الماضي البسيط، وهي yesterday أمس، و last الماضي، و ago المضى. الآن كيف يكون شكل الجملة عندما يكون فعل الجملة هو الفعل بي ويكون زمن الجملة هو زمن الماضي البسيط؟ يكون لدينا في البداية subject فاعل الجملة، ثم بعد ذلك الفعل بي، وبعد ذلك تكملة الجملة. الفعل بي يتحول في الزمن الماضي البسيط إلى was أو were. فإذا كان فاعل الجملة اسما مفردا أو ضميرا مثل he أو she أو it أو I، فإن الفعل بي يتحول إلى was. إذن البي تتحول إلى was إذا كان الفاعل he أو she أو it أو I أو اسما مفردا. فنقول he was، she was، it was، I was، وإذا كان اسما مفردا أيضا البي تتحول إلى was. أما إذا كان الفاعل اسما جمعا أو ضمير مثل they أو we أو you، فإن البي تتحول إلى where. إذن تتحول البي أو الفعل بي يتحول إلى where إذا كان الفاعل they أو we أو you أو اسما جمعا. فنقول they were، we were، you were. لنأخذ بعض الأمثلة. Examples. المثال الأول: It be a very interesting show. Past simple. هنا يطلب منا أن نضع الفعل بين القوسين في زمن الماضي البسيط، فقال لنا past simple، أي أنه يريد هذه الجملة أن تكون في زمن الماضي البسيط. ولكي تكون الجملة في زمن الماضي البسيط فيجب أن يكون فعلها في زمن الماضي البسيط. هنا لدينا الفعل be، كيف سنحوله إلى الماضي البسيط؟ سيتحول الفعل be أما إلى was أو were، وذلك اعتمادا على الفاعل. وبما أن الفاعل it، إذن البي سوف تتحول إلى was، فيكون الجواب كالآتي: It was a very interesting show. لقد كان برنامجا ممتعا جدا. إذن حولنا الفعل بي إلى was لأنه طلب منا أن نحوله أولا إلى زمن الماضي، ولأن الفاعل it. مثال آخر: They be very helpful yesterday. هم يكونون متعاونون جدا أمس. Correct the verb. صحح الفعل. أي فعل؟ الفعل الموجود بين قوسين. عندما يطلب مني في السؤال أن أصحح الفعل، فأولا وقبل كل شيء يجب أن أعرف زمن الجملة. فإذا كانت الجملة في زمن المضارع فيجب أن نضع الفعل في حالة المضارع، وإذا كانت الجملة في زمن الماضي فيجب أن نضع الفعل في الزمن الماضي. لنرى الجملة في أي زمن. لدينا هنا yesterday، ونحن نعرف أن yesterday تستخدم مع زمن الماضي البسيط، إذن هذه الجملة في زمن الماضي البسيط. سنأتي الآن إلى تصحيح الفعل. لكي يكون هذا الفعل صحيحا فيجب أن يتحول إلى الزمن الماضي. الفعل be سوف يتحول إلى was أو were اعتمادا على الفاعل. هنا لدينا الفاعل they، إذا كان الفاعل they
فإن ال be تتحول إلى were فيكون الجواب they were very helpful yesterday هم كانوا متعاونون جدا أمس. إذن هكذا أعزائي الطلبة يكون شكل الجملة الخبرية المثبتة في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة هو الفعل be. ننتقل الآن إلى حالة النفي. حالة النفي negative. كيف ننفي الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة هو الفعل be؟ في السابق كنا ننفي الجملة في زمن الماضي البسيط، وذلك أن نستخدم الفعل المساعد didn't، نضعه بعد الفاعل مباشرة، وبعد ذلك نحول فعل الجملة الرئيسي إلى حالة المضارع. إذا كان قياسيا نحذف منه الإي دي، وإذا لم يكن قياسيا نرجعه إلى شكله في الزمن المضارع. أما في حالة لدينا الفعل بي، ففي هذه الحالة سوف لا نستخدم الفعل didn't في حالة النفي. إذن كيف سننفي الجملة؟ سنستخدم كلمة not ونضعها بعد الwas أو الwere، فيكون شكل الجملة كالآتي. في حالة النفي يكون لدينا الفاعل ثم بي، البي سوف تتحول إلى was أو were، ثم نأتي بكلمة not ونضعها بعد البي، ثم نكتب تكملة الجملة. لنأخذ بعض الأمثلة. Examples: The hall was empty. القاعة كانت فارغة. Negative. نفي. يريد منا أن ننفي هذه الجملة. هذه الجملة في زمن الماضي البسيط، فعلها هو الفعل was وهو فعل ماضي. كيف سننفي الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة was أو were؟ سنضع كلمة not بعد ال was أو بعد ال were، فيكون الجواب كالآتي: The hall was not empty. القاعة لم تكن فارغة. مثال آخر: Some students were absent yesterday. بعض الطلبة كانوا غائبون أمس. Negative. نفي. يريد منا أن ننفي هذه الجملة. هذه الجملة في زمن الماضي البسيط من وجود كلمة yesterday وكذلك من فعل الجملة الذي هو في حالة الماضي. كيف ننفي الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون لدينا الفعل were؟ سنضع كلمة not بعد ال were مباشرة فتصبح were not، فيكون الجواب كالآتي: Some students بعض الطلبة were not absent yesterday لم يكونوا غائبون أمس. إذن أعزائي الطلبة هكذا ننفي الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة هو الفعل be، وكما قلنا أن البي لا تبقى بي، سوف تتحول أما إلى was أو were، فنضع كلمة not إذن بعد ال was وبعد ال were. ننتقل إلى حالة السؤال yes no questions، الأسئلة التي نجيب عليها ب yes أو ب no. في الدرس السابق كنا نستخدم الفعل did في عمل أسئلة yes no questions، وكنا نضع did في بداية السؤال وثم الفاعل، ثم نحول فعل الجملة الرئيسي إلى المضارع، وبعد ذلك تكملة الجملة. أما عندما يكون لدينا الفعل was أو were في الجملة، ففي هذه الحالة سوف لا نستخدم الفعل did، وإنما سوف نقدم was أو were إلى بداية السؤال. إذن نقدم أما was أو were في بداية السؤال، وبعد ذلك يكون لدينا الفاعل، وبعد ذلك تكملة الجملة، وفي نهاية السؤال نضع question mark. نستخدم was إذا كان الفاعل اسما مفردا أو he أو she أو it أو I، ونستخدم were إذا كان الفاعل اسما جمعا أو they أو we أو you. فيكون شكل السؤال was أو were في البداية، ثم بعد ذلك subject، وثم compliment. Let's have some examples. لنأخذ بعض الأمثلة. She was surprised. هي كانت مندهشة. Question. سؤال. هذه جملة في زمن الماضي البسيط. الفاعل هو she والفعل was وsurprised تكملة الجملة. يريد منا أن نعمل منها سؤال yes no. كيف سنعمل سؤال yes no؟ سوف نقدم الفعل was على الفاعل، فيكون الجواب كالآتي: Was she surprised؟ هل كانت مندهشة؟ هذا النوع من الأسئلة نسميه yes no questions كما قلنا. لماذا؟ لأننا نجيب عليه أما بيس أو بنو.
الآن كيف سنجيب يس وكيف سنجيب نو؟ سنكتب في البداية إذا أجبنا بيس سنكتب كلمة يس كابيتال ثم نضع بعدها كوما. ثم نحتاج إلى فاعل بعد اليس نأتي به من السؤال نفسه، وبعد ذلك نأتي بالفعل المساعد الموجود في بداية السؤال was، ثم نضع فول ستوب. أما إذا أجبنا بنو نكتب كلمة نو كابيتال ونضع بعدها كوما، ثم نأتي بالفاعل بعد نو، وبعد ذلك نأتي بالفعل الموجود في بداية السؤال، وبما أننا أجبنا بنو فنضع كلمة not وبعد ذلك full stop. Let's have another example. لنأخذ مثالا آخر. We were very happy. نحن كنا سعداء جدا. Question. سؤال. هنا يريد منا أن نعمل سؤالا من هذه الجملة. هذه الجملة في زمن الماضي البسيط، الفاعل هو we والفعل هو were، وتكملت الجملة very happy. كيف سوف نعمل سؤال؟ سوف نقدم ال were على الفاعل. هنا سوف نحول الفاعل we إلى you. لماذا؟ لأنهم هم يتكلمون عن أنفسهم فيقولون نحن كنا سعداء جدا. أما نحن عندما نريد أن نسألهم فنقول لهم أنتم، فلذلك سوف نحول الوي إلى يو، فيكون السؤال كالآتي: Were you very happy؟ هل كنتم سعداء جدا؟ هذا السؤال سوف نجيب عليه أما بيس أو بنو. الآن إذا أجبنا بيس سوف نكتب كلمة يس كابيتال وبعدها كوما، ثم نحتاج إلى فاعل نأتي به من السؤال نفسه. هنا اليو سوف تتحول إلى وي مجددا. لماذا؟ لأنهم هم من سوف يجيب على السؤال، فسوف يقولون نحن، وثم نأتي بالفعل المساعد الموجود في بداية السؤال وبعد ذلك فول ستوب. أما إذا أجبنا بنو سنكتب كلمة نو كابيتال ونضع بعدها كوما، ثم نأتي بالفعل من السؤال، اليو سوف تتحول إلى وي، ونأتي بالفعل المساعد وفي بداية السؤال نضعه بعد الفاعل، وثم نضع كلمة نوت لأننا أجبنا بكلمة نو، ونضع في الأخير فول ستوب. هم قالوا عن أنفسهم we were very happy، نحن كنا سعداء جدا. عندما سألناهم قلنا لهم were you very happy؟ هل كنتم سعداء جدا؟ فتحولت we إلى you. الآن هم عندما أجابوا قالوا yes we were، نعم لقد كنا كذلك. أو إذا أجابوا بنو no we were not، كلا لم نكن كذلك. فتحولت الوي أيضا مجددا إلى تحولت اليو مجددا إلى وي. إذن أعزائي الطلبة هكذا يكون شكل السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد في الذي نسميه yes no question في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة هو be. ننتقل الآن إلى النوع الآخر من الأسئلة وهو الـ WH question، الأسئلة التي تبدأ بأداة استفهام. في زمن الماضي في الدرس السابق كنا نستخدم الفعل did في عمل السؤال، فيكون لدينا أداة الاستفهام في البداية، ثم بعد ذلك الفعل did، ثم بعد ذلك الفاعل، ثم فعل الجملة الرئيسي، ثم تكملة الجملة. وكنا نحول فعل الجملة الرئيسي من الماضي إلى المضارع. الآن كيف سوف نعمل WH questions، أسئلة تبدأ بأداة استفهام عندما يكون فعل الجملة هو الفعل be؟ في هذه الحالة سوف لا نستخدم الفعل did، وإنما سوف نستخدم الفعل was أو were نفسه في عمل السؤال. فيكون لدينا شكل السؤال كالآتي: يكون لدينا أداة الاستفهام في بداية السؤال، ثم بعد ذلك was or were، ثم الفاعل، ثم التكملة، وبعد ذلك يكون لدينا question mark. نستخدم was إذا كان الفاعل اسما مفردا أو ضميرا مثل I أو he أو she أو it، ونستخدم were إذا كان الفاعل اسما جمعا أو ضميرا مثل they أو we أو you. لنأخذ بعض الأمثلة. Let's have some examples. He was called Jackson. هو كان يسمى Jackson. Question سؤال: use what، استخدم أداة الاستفهام what. قبل أن نستخدم أداة الاستفهام يجب أن نعرف أداة الاستفهام what
ما معناها وعن أي شيء تسأل. أداة الاستفهام what معناها ماذا، وتسأل عن المفعول به الغير عاقل. هنا سوف نستخدم what للسؤال عن كلمة جاكسون. فعندما نسأل بأداة الاستفهام what عن كلمة جاكسون، سوف لا نذكر جاكسون في السؤال. لماذا؟ لأننا نحن من يسأل عنه. إذن أصبح لدينا أداة الاستفهام، ولدينا was or were، ثم لدينا فاعل وتكملة. نضع أداة الاستفهام في البداية what، ثم لدينا الفعل was نضعه بعد أداة الاستفهام، ثم نحتاج إلى الفاعل، الفاعل هو he، ثم نحتاج إلى تكملة الجملة called. لا نذكر كلمة جاكسون. لماذا؟ لأننا نحن من يسأل عنها. فيكون الجواب كالآتي: What was he called؟ ماذا كان هو يسمى؟ أداة الاستفهام في البداية، ثم بعد ذلك الفعل was، ثم الفاعل، ثم تكملة الجملة. لدينا called. لم نذكر جاكسون. لماذا؟ لأننا نحن من يسأل عنه. مثال آخر: They were absent because of the rain. هم كانوا غائبون بسبب الأمطار. Question، سؤال. Use why، استخدم why. Why أداة استفهام، معناها لماذا، وتسأل عن السبب. سوف نستخدمها للسؤال عن because of the rain، بسبب المطر، لأننا سوف نسأل عنه. فعندما نسأل عنه بالأداة why، سوف لا نذكر هذا السبب في السؤال. Because of the why سوف، عفوا، because of the rain سوف لا نذكره في السؤال. إذن لدينا أداة الاستفهام why نضعها في البداية، ثم لدينا الفعل المساعد، عفوا، الفعل be نضعه بعد where، ثم نحتاج إلى فاعل، الفاعل هو they، ثم نحتاج إلى تكملة. ماذا تبقى من الجملة؟ فقط absent. لا نذكر because of the rain. لماذا؟ لأننا نحن من يسأل عنه بأداة الاستفهام why. فيكون الجواب why were they absent، لماذا كانوا غائبون. إذن أعزائي الطلبة، هذا هو النوع الآخر من الأسئلة، وهو WH questions. وهذا النوع من الأسئلة كما قلنا يتكون من أداة الاستفهام، بعد ذلك was or were، ثم الفاعل، ثم التكملة. وهذا النوع من الأسئلة لا نجيب عليه بيس أو نو، وإنما نجيب عليه بجملة تتكون من فاعل وفعل وتكملة. إذا أجبنا على هذا السؤال فسوف نحصل على هذه الجملة: What was he called? He was called Jackson. هو كان يسمى جاكسون. Why were they absent? لماذا هم كانوا غائبون؟ They were absent because of the rain. بسبب المطر. إذن هذا النوع الثاني من الأسئلة، أو من، نعم، من الأسئلة في حالة الماضي البسيط، إذا كان لدينا الفعل هو was or were، أو كما نسميه الفعل be. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على هذا الموضوع. المثال الأول: فاروق be in the north of Iraq last month. فاروق يكون في شمال العراق last month، الشهر الماضي. Correct the verb، صحح الفعل. كما قلنا قبل أن نصحح الفعل يجب أن نعرف زمن الجملة. لدينا هنا كلمة last، إذن الجملة في زمن الماضي البسيط. إذا كانت الجملة في زمن الماضي البسيط، إذن يجب أن يكون هذا الفعل في زمن الماضي البسيط. فحتى نصحح الفعل بي يجب أن نحوله إلى الماضي البسيط. البي يتحول إلى was أو were اعتمادا على الفاعل، وبما أن الفاعل فاروق اسما مفردا، إذن البي سوف تتحول إلى was، فيكون الجواب كالآتي: فاروق was in the north of Iraq last month. فاروق كان في شمال العراق الشهر الماضي. حولنا الفعل بي إلى was، صححنا الفعل بي وحولناه إلى الماضي فأصبح was. لماذا؟ لأنه طلب منا أن نصحح الفعل، وبما أنه زمن الجملة ماضي بسيط، فالبي في الماضي البسيط تتحول إلى was or were، فحولناها إلى was لأن الفاعل اسما مفردا. مثال آخر: علي was late to school yesterday. علي كان متأخرا في الذهاب إلى المدرسة أمس. Negative، نفي. يريد منا أن ننفي هذه الجملة. هذه الجملة في زمن الماضي البسيط، عرفنا ذلك من وجود yesterday، وكذلك من فعل الجملة الذي هو فعل ماضي.
كيف ننفي الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون فعل الجملة هو الفعل was أو were؟ سنضع كلمة not بعد ال was أو ال were. هنا لدينا was، نضع بعدها كلمة not، فيصبح الجواب علي wasn't late to school yesterday. علي لم يكن متأخرا عن المدرسة أمس. أحيانا نكتبها was not غير مختصرة، ويمكن أن نختصرها ونكتبها wasn't، كلاهما صحيح. مثال آخر: They be in Baghdad two weeks ago. هم يكونون في بغداد منذ أسبوعين مضت. Past simple. يريد منا أن نضع هذه الجملة في الماضي البسيط، وبالتحديد أن نضع هذا الفعل في الماضي البسيط. هنا لدينا الفعل be يتحول في الماضي البسيط إلى was or were اعتمادا على الفاعل، وبما أن الفاعل they إذن البي سوف تتحول إلى إلى where، فيكون الجواب كالآتي: They were in Baghdad 2 weeks ago. هم كانوا في بغداد منذ أسبوعين مضت. مثال آخر: She was at home last night. هي كانت في المنزل الليلة الماضية. Question، سؤال. هنا لدينا جملة في زمن الماضي البسيط تتكون من الفاعل she والفعل was والتكملة at home last night. يريد منا أن نعمل منها سؤالا. كيف سنعمل سؤال في هذه الحالة؟ سوف نقدم الواس على الفاعل. إذا كان لدينا واس نقدم الواس، وإذا كان لدينا وير نقدم الوير. إذن هنا سوف نقدم الواس على الفاعل، فيكون الجواب Was she at home last night؟ هل كانت هي في المنزل الليلة الماضية؟ هنا يجب أن نكتب أعزائي الطلبة علامة السؤال question mark وليس full stop. هنا يوجد خطأ بسيط، يجب أن نكتب question mark وليس full stop. مثال آخر: Were the yesterday were boys put in correct order. ضع بالترتيب الصحيح. هنا لدينا جملة في زمن الماضي البسيط، يريد منا أن نضع هذه الجملة في الزمن في الترتيب الصحيح. يجب أولا أن نعرف نوع هذه الجملة. هل هي جملة خبرية؟ إذا كانت الجملة خبرية نبدأ بالفاعل ثم الفعل ثم التكملة. وإذا كانت جملة استفهامية، أي نوع من الاستفهام؟ Yes no questions or WH questions. إذا كانت yes no questions نضع was or were في البداية ثم الفاعل ثم التكملة، وإذا كانت WH questions فنضع أداة الاستفهام في البداية ثم was or were ثم الفاعل ثم التكملة. هنا كما نلاحظ أعزائي الطلبة لدينا أداة الاستفهام were، إذن هذا النوع من الأسئلة هو WH questions. كيف يكون شكل الجملة في زمن الماضي البسيط عندما يكون السؤال يبدأ بأداة استفهام والفعل هو الفعل بي؟ يكون لدينا في البداية أداة الاستفهام، ثم بعد ذلك was or were، هنا لدينا were، ثم بعد ذلك نحتاج إلى الفاعل. الفاعل هو the boys، كلها فاعل، الأولاد، وثم تكملة الجملة هو yesterday، فتكون الإجابة كالآتي: Where were the boys yesterday؟ أين كان الأولاد أمس؟ أداة الاستفهام وضعناها في البداية، ثم بعد ذلك الفعل were، ثم نحتاج إلى الفاعل. الفاعل هي the boys، هي الفاعل الأولاد، وليس the وحدها أو boys وحدها، كلها الفاعل the boys الأولاد، وتكملة الجملة هو yesterday ثم full stop ثم أداة الاستفهام أو علامة السؤال. sorry. أوكي أعزائي الطلبة، نأتي إلى ختام درس اليوم. نلتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله. مع السلامة.